تعالوا بنا الآن لنقتل هذا. خذ هذا، هيا خذ هذا، لا تمزح معي والله. قد نقتل هذه الفتاة، يعني لا أقتل الفتيات ولكن سوف أقتلك بمهارة إيتاشي الآن. خذي هذه، قتلناه ونضغط على هذه المربع لجمع مواد مهمة. إذا أنهينا الموضوع، شيء جميل جدا. ماذا لدينا أيضا؟ النارة. إذا هاي المهمة التي هنا نقوم بتسليمها هكذا. مياو، شكرا لك على اجتياز هذه المهمة. لا شكرا، على واجب طبعا. حسنا، لدي مهمة أخرى لك. حسنا، شكرا على هذه التعب على الفاضي. لدينا هذه المهمة التالية، سوف نركب حصاننا ونتجه إليها مباشرة. حسنا، هيا بنا إلى هنا، أقرب مهمة لنا. أقوم بتسليم هذه المهمة أولا قبل المضي. يو، أهلا بك، لدي مهمات أخرى لك، أتفهم؟ نعم، شكرا لك، شكرا أيها القط. حسنا حسنا، نستمر الآن إلى هناك من يجري هنا. حسنا الرائع، أنا من سيسبقك. أنا سأسبق، لن أترك لك مجالا لتسبقني يا هابع. لا تعرف بأنني أنا هو العداء الأسرع في هذا المكان كله. يبدو أنه يحاول يسبقني. طبعا سأسبقك، رأيت؟ جيد جدا، يكفينا لعب لنقوم لنستمر فيه. مياو، لقد فزت في السباق، رأيتك، ياهو، شكرا. حسنا، مياو، أهلا بك، خذ هذه المهمة وتعال. حسنا، سوف أذهب لاجتيازها. لدينا هذه المهمة، دير بورينكس، ثم فليم أوف دي بلاينز، هذه هي المهمة التالية، نذهب إليها في هذا المكان، تقتل هذه الوحوش. وعشم على هذا اللحم. إنني لست لحما، أنا أتيت لاصطيادكم. هذا هو اللحم الذي شممته. لا، لست اللحم الذي شممته أيها الوحش. خذ هذا، لا تمزح معي. خذ أيها الوحش، متوحشون، تأكلون لحوم البشر. إنه يشبه خروف العيد، إنه حقا خروف العيد. ثم هذا، إنه فصة العيد التي يأكلها خروف العيد. حسنا، مبروك عليكم. ثم نذهب إلى تقوم بتسليم المهمة. مياو، مبروك العيد، ولكن ما زال هناك وقت. نعم، أعرف ذلك. هناك أيضا مهمة أخرى ونقوم بتسليمها في هذا المكان. هذا يا بني، مياو، أنا جدتك القدة. نعم، وهذا يا جدتي. المهم لنرى المهمة التالية التي انظر إلى هذا اللباس. عنقي ليموني. حسنا، كنت أتكلم هنا مع صديق، كما ترى معي هنا لدينا صديق تعرفنا عليه وسوف يأتي لاحقا لملاقاتنا. إنه صديق مغربي وأصدقاء عرب. جميل جدا، شيء جميل، التقينا أصدقاء. كنا نتحدث هنا بالدردشة، والآن نتجه إلى جميل، إذا كما ترى المهمة. إذا هذا هو صديقنا الموجود هنا في هذا المكان، يمكن رؤيته. بعد أن ينضم صديقك معك في الفريق، تستطيع أن ترى مكانه بالخريطة كما نرى معنا هنا. هذا هو، إن هذا هو موقعه إذا بالخريطة. إذا جميل جدا. إذا ننهي بعض المهمات ثم نلتقي مع صديقنا فيما بعد. جميل. إذا هذه المهمة تطلب منا نقوم بإشعال النيران هنا. شكرا يا بني لأنك دفعتني. لا شكرا على واجب جدتي القتة. ثم قم بتسليم مهمة هنا. مياو، شكرا لك لأنك قمت بتدفئة جدتي. شكرا. نعم، لا شكرا على واجب يا سيدتي القتة. طبعا، إذا الآن لدينا هذه المهمة، نتجه إليها مباشرة. يكون علينا، سوف نأخذ شيئا ما من هذه الخيمة على ما أظن. نعم، هكذا، نعم، أبحث في هذا المكان ماذا يوجد هنا.
أنهيت المهمة دون قتال. ها ها ها. لست بحاجة لقتال أحد وتضييع وقتي معكم. أوكي، قم بتسليم المهمة الآن بما أننا وصلنا إلى المكان. ومياو أحسنت، أنت قوي، سأرسلك مجددا. حسنا، شكرا شكرا على هذا التعب. ومياو عندها قنجرس. ألم تكن تعرف هذا يا سيدي؟ ولا مرحبا بك. نعم لا، إنه جدري القرود. لا تلقمني بهذا الرقم، أنا لست السبب في ذلك. أنا لست جدري القرود. قلت لك فقط هذا كمزاح يا صديقي. يا إلهي، لدي المهمة التالية، سأقتل هنا. رغم أنني لا أحب أن أقاتل الفتيات، لكن هؤلاء الفتيات مشاغبات. هيا لا أريد أن أضرب فتيات، هيا هيا، أنا لا أضرب فتيات، إنها مشاغبة. حسنا، يعني أقوم بتربيتها لا غير، يعني أنا لا أقتل، لا أقتل الفتيات، لا لا يمكن. حسنا، هذه النيرة أحرقتني. إنه حقا سريع. تعبت، سوف أرتاح قليلا. جميل. بدأت أحلم. يا إلهي، استغفر الله. ننتظر بعد الفطور. ليس هناك أي شيء. حسنا، لنقم ببعض الخير، نفك السجناء. ونقتل هذا الحارس المجنون. لماذا تحاول أن تقاتل شخصا أسطوريا مثلي؟ هو فتيات. لا أريد، لا أريد أن أضربك. هيا هيا أمي، هيا هيا خذي، هيا لا أريد أن أضرب. انظري للطيور، هيا شاهدي الطيور، وأنا أطير وأنا أقاتلك. هيا استمتعي بالطيور، إنها طيور إيطاشي. حسنا، جميل، جمعنا الأشياء هنا، شيء جميل. هذا هو صديقنا، قد جاء صديقنا. لقد التقيت فيه في رمضان وأتاني بشخصية فتاة. يا إلهي، يا إلهي، إنه رمضان يا صديقي، رمضان. لماذا تأتينا بشخصية فتاة؟ أعوذ بالله يا أخي، لماذا لا ترتدي الحجاب لشخصيتك على الأقل؟ ما هذا، ما هذا؟ لماذا يا صديقي، لماذا؟ جميل جميل جدا، صديق رائع من المغرب. لديه شخصية أخرى رئيسية، لكنه يلعب الآن بهذه الشخصية، شخصية فتاة يعني. جميل جدا. رائع، واو، إنها ترتدي بشكل جيد، يبدو أنه خبير باللعبة يعني. لديه مهارات قوية. يا رجل، أتحدث معه هنا بالدردشة كما ترون أصدقائي، نتدردش قليلا ونتكلم قليلا ونحتفل قليلا ونقاتل بعض الوقت أيضا ونقوم ببعض المهمات إلى آخره. يا أصدقائي، يمكنك أن تلعب كما ترى مع أصدقائك وتتحدث معهم بالدردشة كما تشاهد، وتستمتع مع أصدقائك طبعا، وتأخذون المغامرات في كل مكان وزمان. رائع، جميل جدا. واو، رائع. استمررنا في الدردشة لبعض الوقت كما ترون أصدقائي، أنا أتحدث معه حاليا في الدردشة. جميل، هيا يا صديقي، هيا، بما إنه رمضان ورمضان مبارك وجميل هذا العام مع اختفاء كورونا، أليس كذلك يا صديقي؟ رائع وجميل جدا. واو واو، المكان مدهش ورائع عندما تلعب مع أصدقائك كما تعرف يا صديقي. واو، إننا نتحدث ونتفرفش ونقاتل. هيا بنا يا صديقي لنقاتل بعضنا لبعض الوقت. هيا هيا، ماذا تنتظر؟ إنه يريد القتال يبدو، ولكنه لديه أكثر خبرة مني يعني. هذا مد، قتلتنا فتاة. يا إلهي، لا نصدق الأمر، كيف فعله؟ المهم صديقنا قد تركنا حاليا، وسوف نكمل المغامرة الآن ونلتقي مع صديقنا فيما بعد مرة أخرى.
نعم أكيد صديقنا المغربي، تحياتنا لك من هذا المنبر، نرجو أن تكون تشاهد المقطع وتشاركه مع أصدقائك. طبعا تضغط هنا ويسبر كي تتحدث مع أصدقائك في لائحة الأصدقاء، كما ترى لدينا لائحة الأصدقاء مثل الفيسبوك في اللعبة، لديك يعني أصلا في جميع ألعاب الام ام او ار بي جي توجد هناك لائحة الأصدقاء والدردشة داخل اللعبة، يمكنك أن تلعب مع أصدقائك وتتحدث معهم في نفس الوقت، ولديك لائحة الأصدقاء أيضا، جميل جدا كل شيء روعة. إذا لدينا هذه المهمة، تتطلب منا قتل هؤلاء الوحوش الغرباء. حسنا حسنا، من أين نبدأ؟ نسلم المهمة. هل لديك ماوس؟ كيف أعطيك ماوس؟ هي جذرية القرود؟ لا تخبرني بهذا اللقب يا رجل. حسنا أنا أمزح معك أيها القرد، أنت قرد ظريف. حسنا لدينا هذه المهمة، نأخذها. اضغط F. جميل جدا أخذناها. يبدو أن هناك وحش. لقد نجونا، ظننت أنه يلاحقني. جميل. خذ أيها القرد، لديك الموز الآن. شكرا. حسنا هيا بنا، لا تقترب مني فأنا خائف من جدري القرود هذا. إذا هذا مكان جميل، جميل جدا، إنه حقا مكان رائع. أوميو، أنا هو رئيس الوزراء هنا، ليس مثل رئيس وزرائكم المغربي كما تعلم، فأنا أقوى منه وأفضل منه. يا إلهي. أوميو، أهلا بك في هذه قريتنا المتواضعة هنا، أهلا بك. شكرا لكم على هذه الاستضافة الرائعة والجميلة، إنه حقا قرية غريبة. أهلا بك يا أيها الفتى الجديد. اهلا بك، اهلا بما عندكم يعني. شيء جميل جدا يا رجل. حسنا لنقم بالذهاب الان الى مكان المهمة التي اخذناها من الشخص، ولدينا هذه الوحوش مرة اخرى. وصلنا الى الليفل كما ترون، ثم سنقاتل هؤلاء الوحوش. وانه وحش غريب وضخم، قد ضربني برأسه اللعين. إلهي، سأقطع له تلك القرون التي يضرب بها، لن أترك له مجالا يضربني بتلك القرون مرة أخرى. قتلته. جميل جدا، سأستمر بقتل هؤلاء ثم أقوم بفك هذه الفخاخ في هذا المكان. جميل جدا، إذا كما ترون أنجزنا نصف المهمة الآن، لم يتبقى الكثير. لم يتبقى لنا كثير، قم بفك هذه الفخاخ مرة أخرى. نعم العمل الجدي شيء مهم جدا، العمل الجدي شيء رائع ومهم. ونتقدم الآن مباشرة، هيا بنا نرى هل نسلم المهمة. شكرا لك على إنجازها. لا تشكرني. أنت حقا مرب جدا ومجتهد. نعم أعلم 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 هذا، لا داعي لأن تخبرني. أوميو، أنت محارب قوي. حسنا شكرا على هذا الإطراء، ثم لدينا مهمة أخرى هنا. مياو، يجنه قوي. مياو. لماذا تسخرون مني؟ ألست ظريفا بما يكفي؟ ثم لدينا المهمة التي أخذناها الآن هنا، لأن أنا أبحث في هذه القرية كي أخذ جميع المهمات ثم أذهب بعد ذلك لإنجازها مباشرة. مثلا هنا أقوم ب قمنا بصيانة هذا المكان، جميل جدا. إذا أنجزنا هنا، هذه هي المهمة. إذا لقد فاجأني هذا الفيل، يا إلهي من أين خرج؟ كم هو عملاق. ما إلهي، إنه يهاجمني. إلهي هل سننجو؟ نجونا بأعجوبة يا صديقي. الآن سيكون علي قتل اثنان من هؤلاء،
لكن بهذه الطريقة أقوم بإبعاد واحد عن الآخر. عندما تكون وحدك الآن حان وقت قتلك. كنت أتظن أني سأقتلكما معا. خذ هذه. قتلت المسكين ودفنته في الأرض مباشرة. أوه هناك. أوه تيم. يقومون بالمهاجمة مباشرة منهم شخصين. هيا لنبتعد قليلا هكذا نهرب لأنه من الصعب أن أقتل يعني شخصيتين ودم ودمي يعني منخفض جدا. سوف أقوم بملء الدماء أولا ثم نعود إلى القتال طبعا. وحسنا نقوم بشرب بعض الشيء. هو لذيذ جميل جدا. ثم يقوم رائع. الدماء الآن ممتلئة إلى آخرها. شيء رائع ومجد وجميل. ثم أخذ أرى هنا ماذا يعطوننا. هنا أعطونا لباس لباس جديد طبعا. لباس على شكل نمور مطارد. هو اللباس لكنه ليس لباس قوي يعني هو لباس أضعف من اللباس الذي أرتديه حاليا. لهذا لن أرتديه كثيرا. انظر هنا نجوت بأعجوبة. يا إلهي تبقت لي ضربة واحدة وأموت ولكنني هربت في الوقت المناسب. قتلتهما في الوقت المناسب يعني. سأخذ بعد هذه الأكلة اللذيذة تملأ الدماء مباشرة. جيد إذا لدي المهمة الآن. لنرى هل لدينا مهمة أخرى. نبحث هنا في هذا المكان. انظر إلى هذا الفيل كم هو ضخم. يا إلهي وقت الغداء. لذيذ. إذن الآن سيكون علي هذه المهمة طبعا. سيكون علي الاقتراب من هذا الفيل واضغط على هذه المربعة بجانب الشاشة. سيكون علي اقتراب أكثر من الفيل. ليس بعد على ما أظن. أقترب أكثر. أحدهما يجري على الفيل. لقد هرب منهم الفيل. هنا شيء مضحك وغاية في الضحك. هكذا قمت بالرائع المهمة. قمت بإنجاز المهمة الآن. جميل جدا. نعود الآن ونستكشف هل انهينا جميع المهمات كي أركب الحصان الآن واتجه إلى المكان. تسليم المهمة الآن التي قمنا بإنجازها. رائع جدا. نزلنا. شكرا لك على هذا انجاز المهمة حقا رائع. كي يا صديقي تعلم. شكرا لك على هذا المجهود. طبعا لا داعي لتشكروني على هذا. انه واجبي. ثم قمت المهمة ايضا في هذا المكان. يعني القطة. قطة على الانسان. انها تبدو ظريفة جدا. يا شكرا لك. هذا يد الشكر يا اختي القطة. الرأي وصلنا الى الليفل 52 يا صديقي كما ترون هنا على الشاشة. الليفل 52 وادغت كونفيرم. هذا يعني بان الحلقة المقبلة ستكون شرح حول طريقة التجارة وبناء بيتك مباشرة. لان في هذا اللعبة او في هذا الاصدار من اللعبة ارك ريج سيكون عليك أن تقوم ببناء منزلك والبداية في التجارة وجمع الأموال ابتداء من ليفل 52. لذلك الآن وصلنا إلى ليفل 52 وحان وقت شرح تلك الأمور بالتفصيل. رغم أننا شرحناها سابقا ولكن جودة الفيديو لم تكن جيدة مع الأسف. ولكن هذه المرة ستكون هناك جودة رائعة للفيديو وشرح مفصل حول كيف طريقة التجارة وأيضا طريقة جمع الذهب بسرعة وأيضا طريقة شراء بيتك وأرضك وبناء بيتك وأيضا شراء
السفينة الخاصة بك كي تسافر بها إلى غير ذلك. ترقبوا معنا الحلقة المقبلة، ستكون رائعة جدا. ونقوم بالأنس ديال المهمة، وضعنا الصندوق ثم نتحدث مع هذه القطة. مياو، شكرا لك على هذا. ونأخذ أيضا المهم من هذا. مياو، أنت حقا وصلت ليفل 52. نعم، ألا تعلم هذا يا صديقي؟ قد وصلناها حقا. ألا تعلم؟ حسنا، لديهم حشرة لنقتلها، أقصد دجاجة كبيرة أو طاووس كبير. خذ أيها الطاووس، ستكون عشاء لذيذا. أعطني أيها الطاووس، ستكون عشاء. عشاء لا يمكن، لا يمكن أحد أن يقاوم هذا العشاء. ثم اجمع هذه الأشياء كما هو مطلوب منا في المهمة للعمل. هذا متعب. أوف، إنه جدري الخرود. يا إله، إنه يستيقظ من الأرض. يا إله، اقتل هذا الجدري القرود. سأقتله. خذ هذا الجدري، خذ، إنه حقا جدري القرود بشحمه ولحمه الآن. أوه، إنه يقاتل مع الطاووس. الطاووس يضربه بضربات خطيرة. يا إله، أحاول أقتلهما معا قبل أن أموت أنا. بقيت في ضربة واحدة. لا يا رجل، يا لقد متنا معا. دل العودة للمكان الذي كنا يعني فيه سابقا، لأننا متنا ونحن نقاتل الطاووس. لا 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 لا، لا تضحكوا، لا تسخروا مني يا أصدقائي. اضغط لايك. هيا، يا إلهي، لقد خسرني طاووس. سأدخل التاريخ لأن الطاووس قتلني. قتلني الطاووس مع جدري القرود للأسف الشديد. حسنا يا صديقي. نسيت تشغل الطائرة. إذا هنا كما ترون، هنا قم بإنجاز المهمة ضد هذه المربع. لقد تحول. هل تحول؟ تحول يا جدري القرود. يا إلهي، يا إلهي، من أين أتى هذا؟ إنه جدري القرود مرة أخرى. لقد حولته إلى جدري القرود. هل هذا هو اللقاح؟ اللقاح ضد الجدري القرود. يا إلهي، قتلته أخيرا. كيف هذا؟ هل وزعوا هنا اللقاح؟ إنه اللقاح ضد جدري الجدري. هناك من يلاحقني. إنه الذئب الخاص بي. ليس أنا من يلاحقك. هل قمت باللقاح؟ أي لقاح؟ نعم، تتحدثين. تعال نقوم الآن بتسليم المهمة لهذا الوزير. هل قمت بلقاح جدري القرود؟ إنه مرض جديد. أعلم ذلك يا صديقي. اليوم القط، لا تعلم هذا؟ أعلم أنه جديد. لا تعرف؟ طب، والآن هيا بنا نقوم الآن بتسليم المهمة عند هذا الشخص مباشرة. أهلا، أعلم أنك حقا جديد هنا، لكنك تعلم الأمر هنا صعبة. لا مشكلة في هذا الأمر، نحن معتادون على الصعوبة والمغامرات يا صديقي. كما ترون في لائحة الأصدقاء، إذا كنت تريد أن يظهر أصدقاؤك الغير يعني موجودين، تضغط على هذا العين أسفل اللائحة كي يظهر أصدقاؤك. ثم نقوم الآن باجتياز هذه المهمة ونقتل هؤلاء. إلهي، إنهن فتيات، ولا أحب أن أقاتل الفتيات صديقي. حسنا، نضرب هذه الفتيات من هنا بهذه. هيا، لا تمزحي معي. يعني لا، أنا لا أحب أن أضرب الفتيات أصدقائي. أدروني أدروني، لكن هذه الفتاة مثلا مشاهدة من تربيتها. يعني كيف تبدأ بارتداء الحجاب؟ خذ، هيا ارتداء الحجاب. هيا، الحجاب تريدين ارتداءه. هيا، لا، ليس من شأني. إنه أقل من شأني. خذي هذه، إنها حريتي. لا يمكن ارتداء حجابك. هيا، هل أنت فاق؟ شكرا أنك نصحتني. لا داعي للشكر. أنت أحسنت، لأنك حقا رائع. ثم الآن نقوم الآن بأخذ هذه المهمات. أنا هي البشرية الوحيدة. ثم أخذ هذه المهمة. هنا يقرأ هذا القرآن والأحاديث صحيح مسلم.
شكرا، جيد جيد جدا. إذن هذه المهمة لدينا، يجب الذهاب إلى هنا وقتل هذا الوحش الغريب. إنه غريب جدا، لا شك أن ذلك، لا شك في ذلك أنه غريب كما ترون أصدقائي. يملك لديه مهارة الإمساك. يا إلهي، فليتني والوقت. يا إلهي، لقد أمسكاني. لديه مهارات لأول مرة، وصلت وحشا لديه مهارات باستثناء الوحوش يعني القادة، يعني يبدو أنه أحد القادة، يعني البوسات. شكرا لك على الدفاع لهذا الأمر من أجلي. بس أنا هنا لأساعدكم. حسنا، شو ما لدينا هنا؟ المهمة التالية موجودة في هذا المكان، والمطلوب منهم الآن هو الاعتناء بهذه النبتة لتصبح بشكل أفضل. نعمل. إلهي، يجب أن تدفع لي. هنا جذري القرود مرة أخرى. يا إلهي، جذري القرود إنه يخرج من الأرض. يا إلهي، يجب أن أقتل هذا المرض قبل أن ينتشر. لقد أنجزت إنجاز عظيم الآن، لقد انقذت البشرية. جميل جدا، رائع. نرى ماذا يعطوننا في هذا المكان. يبدو أنني حصلت على نشاب جديد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.